ينضم إلي الآن محمود المرداوي القيادي في حركة حماس. تحياتي أستاذ محمود. بطبيعة الحال سأسألك عن هذه الأخبار التي تنقل عن مصادر مقربة من حماس عن تعليق المفاوضات إلى حين إدخال المساعدات والإغاثة إلى شمال القطاع. يعني هل تستطيع تأكيد لنا هذه المعلومات؟ هل علقت المفاوضات؟ نعم، كنا بالأمس أكدنا من خلال شاشة العربي أن الحركة قدمت كل ما هو لازم وما هو مطلوب كأساس لمفاوضات حقيقية تفضي إلى اتفاق. إلا أن العدو الصهيوني فهم هذه المرونة والتجاوب مع الوسطاء بشكل خاطئ، وذهب إلى مزيد من الإجراءات المخالفة للقانون الدولي والإنساني. طيب اعذرني استاذ محمود، فقط لمنع اللبس، الخبر لدينا انها تعتزم تعليق المفاوضات، ف يعني حسب ما نفهم ان المفاوضات لم تعلق حتى اللحظه، يعني هل حضرتك تقول انها علقت؟ لا، اقول ان العدو، وهذه رساله واضحه كذلك للوسطاء حتى يكونوا على بينه من الامر، أن هذا الحصار والتجويع الممنهج سيفضي إلى تعليق المفاوضات، ولا يمكن للحركة والمقاومة أن تبقى تقدم ما يؤهل الوسطاء لإنجاح وساطتهم والوصول إلى اتفاق، والعدو يدير ظهره ويمارس ما يخالف القانون وما يعني طلبته محكمة العدل الدولية من تدابير خاصة فيما يتعلق بالشمال ورفح. فما يجري في الشمال يعني مخالف لكل الأعراف. العدو يستهدف بالقصف كل الموارد أينما يوجد ماء أو طعام وهو قليل وشحيح، يستهدفه ويمنع دخول كل ما له صلة بالإغاثة والمواد الطبيعية. نعم، بالنهاية هذا الموقف سيؤدي إلى وقف المفاوضات، تجميدها، ولا يمكن للمقاومة أن تستمر والعدو يدير